تحية طيبة مشاهدي الكرام. ما العيب في إخراس برامج الحوار المشاكسة التي تنال من قادة الدول والرموز الوطنية وتبث الفرقة في جسد الأمة؟ ما العيب في لجم الإعلاميين المشاغبين؟ ما العيب في وقف المسيئين عند حدهم؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الأستاذ الجامعي والسياسي الجزائري الدكتور أحمد بن محمد، وعلى رئيس تحرير مجلة الملاحظ التونسية السيد بوبكر صغير. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة: هل تعتقد أن وزراء الإعلام العرب يريدون إخراس الإعلام الحر؟ 95.2 نعم، 4.8 لا. أحمد بن محمد، ماذا ترى في هذه النتيجة؟ 95 فاصلة، هناك إجماع في الشارع العربي على أن هذه الوثيقة الصادرة عن وزراء الإعلام العرب ما هي إلا عملية لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات الحرة والعودة بنا إلى إعلام استقبل وودع ومحقان عاد من الحمام برعاية الرحمن. لله در هذه الأمة. هذا الاستفتاء في هذا الموضوع بالذات يؤكد نتيجة كان يمكن أن تحصل وبهذا الوضوح لو أن استفتاء تم على طول العالم العربي. إن هناك فصاما كبيرا بين الشعوب من جهة والطغاة من جهة أخرى، وما وزراء الإعلام عادة إلا ممثلون لوزراء الداخلية أو للجنرالات أو للرؤساء الذين يريدون أن يحكموا هذه الأمة كما حكمت الذين يريدون أن يحكموا هذه الأمة كما حكموها من قبل.